السلام عليكم ورحمة الله. مساء الفل، مساء الجمال، مساء كل حاجة حلوة على مشتركين قناة كتو هذا، مش مشتركين قناة كتو هذا. يوم جديد وحلقة جديدة عن موت الزغاليل. الناس كلها مستغربة من العنوان. معظم الزغاليل اللي انا ربيتها فعلا ماتت، بس الحمد لله على اللي بيجيبه ربنا. الموت والحياة ده يا جدعان احنا ما بنعترضش عليه، بني ادمين بتموت، ما بالك ده طير احنا بنربيه فبيموت غصب عن الواحد. بس الفكرة انت تزعل وتتضايق امتى؟ لو انت اللي مقصر، لو انت عندك الخلل، او اللي انت مأدي الحرام ده اللي هو يتعب منك ويموت. برضو هي تعددت الاسباب والموت واحد، لكل فرد حرام ليه عمر. والله بيكونوا زغاليل، يعني بنعدي مرحلة اللي هو الزغاليل بعد ما بنفطمها وبتبتدي تطلع وبتنزل ويقوموا يلموا نفسهم وبعد كده بيموتوا. في حمام بيبقى كبير بتطلع بتلاقيه ميت في قلب البيبان. بس هي الفكرة احنا الايام دي في الصيف الجو حر خالص، فاحنا يعني بني ادمين مش مستحملة، ما بالك الحمام ده شغالين معاه بكل الاحوال، يعني اعشاب شغالين، النظافة قسما بالله الواحد بينظف لهم يمكن في الاسبوع مرة ومرتين. المسا بتتغسل كل يومين، بتتغسل لهم في اللي هي المسا اللي على الارضيه يوميا بتتغسل مره واثنين وثلاثه عشان خاطر اللي هو ما يتعبوش وما يقدوش مشاكل. بس هي الفكره الجو صعب، الجو اللي حته زغلول مش مستاهل، وامراض بتخش علينا قسما بالله لاول مره بنشوفها. يعني ممكن فرد حمام دمعة عين تلاقيه هوب بقى جاله تنفسي مزمن وهوب دخل معاه لموت. طيب بس اهم حاجه انت في غيتك عشان ما تبقاش اللي انت حاسس اللي انت مقصر، لازما اللي انت تكون شواف في قلب الغية بتاعتك. يعني اللي هو مثلا ايه، الزغاليل دي لما ماتت وابتدى اللي هم يتعبوا في اسبوع زيادة عن 15 زغلول راح من النوم، ده النهاردة اخر ضحية من النوم، يعني ده غير اللي انا نزلتهم في العزالة تحت، ده يعتبر طلعت امبارح ما كانش فيها اي حاجة، جيت النهاردة لقيته ميت في الباب بتاعه بدون اي مقدمات. طيب الكلفة ما فيهاش اي حاجة، لان الحمام هنا كله او على السطح كله بيتكلف بكلفة واحدة. المية ما فيهاش اي مشكلة. طب ايه السبب؟ هقول لك بقى انا ايه السبب. السبب ان هو هنا اهو الجنب ده والجنب ده او يعتبر الزاوية دي الحرف ال ده، الشمس من ساعة ما بتطلع لغاية ما بتمشي بتفضل متسلطة في المكان ده. طيب ممرب انا هنا بتاع 16 زغلول اول ما بخش من الباب، اشمعنا دولت ما ماتوش؟ اشمعنا دولت ما ماتوش؟ اللي مات اللي هم جنبهم، اللي مات اللي جنبهم دولت اللي هي في الوش اللي في وشك ده على طول. ليه بقى؟ لان الشمس على طول عمودية في الحتة دي. طيب الزغاليل كانت بتدمع، يعني بيجي لها دمعة عين بلحقها من اول يوم، الزغاليل بتخف معايا. ده لو كنت بعالج هنا اهو في قلب الباب هنا اهو ما بيخفش معايا، المرض بيزيد وبيسيطر في قلب الزغلول فما بيستحملش يقدم معايا اللي هو تنفسه مزمن، ويبتدي اللي هو فرد الحمام يعمل طفيلات على اشداقه يا اما في قلب بقه وتلاقيه يطلع ريم، وبعد كده في الاخر يتوكل على الله وبيموت. غير اللي هي الزغاليل اللي هي بتكون كلفه وما فيهاش اي مشكله، تاني يوم بتلاقيها صارفه الاكل بتاعها وميته في قلب البيبان، زي ما طلعت لقيت الكرك ده واخوه كان اول امبارح برده نفس القصه، برده ميتين مفيش اي مشكله. لما جيت انا الصبح بفتح للزغاليل لقي الشمس هنا في الحته دي، الشمس شديده قوي، الشمس في الزاويه دي شديده قوي. الزغاليل بتاعتي اخر النهار لما كنت بفتح لها بيترصوا على الضرفه دي والضرفه دي. طيب الصبح بلاقيهم الجنب ده، الصبح بلاقيهم الجو في الجنب ده او في الضرفه دي. رحت داخل هنا اهو ببص كده اهو بشوف الجو، قعدت خمس دقائق هنا اهو ما استحملتش الشمس، يعني قعدت في الزاويه دي بتاع خمس دقائق قبل ما بوسع الكام مس او بشوف البيبان بتاعتهم فيها حاجه ولا كده، ما استحملتش الخمس دقائق. ما بالك بقى الحمام من ساعه ما الشمس بتطلع الصبح لغايه اخر النهار والحمام ده الشمس متسلطه عليه. الميه بتسخن معايا في قلب المسا، يبتدي الحمام يخش اللي هو يشرب يتعب. ممكن يكون فرد الحمام سخن وجوفه سخن ويشرب ميه سخنه يؤدي معايا للوفاه. طيب احنا اللي استنتجناه ان الجزء ده مش صحي في تربيه الحمام،
الجزء ده في تربيه الزغاليل مش صحيه. يبقى احنا نشيل الزغاليل بتاعتنا اللي هي اتبقت نحطهم في المصاطب، ندور لهم على بيبان يكون افضل، اللي هو مثلا في الجنب البحري، جنب البحر ده حتى لو الشمس جت عليه شويه لفتره محدوده وبعد كده بتمشي. لكن اللي هو في الجزئيه دي، في الجزئيه دي بقول لك والله الشمس من ساعه ما بتطلع لغايه ما بتمشي وهي في الجزئيه دي ما بتمشيش من على الجنب ده. فانت دلوقتي لو انت مثلا مربي شويه زغاليل وبتبدا اللي انت مثلا عندهم دمعه عين وبتبدا شغال معاهم دمعه عين وبتعالج وبتلاقي الزغاليل بتاعتك دي مش صح معاك، هقول لك على حاجه يمكن انا كلامي غلط. خد من الزغاليل اللي هي تعبانه دي، لو هو مثلا في جنب كده انت مربي الزغاليل او حاططهم في مصطبه، خد منهم زغلول من اللي هم عينيهم تعبان، خده نزله تحت في العسل، خده نزله تحت من قلب الغيه في العسل، او خده حطه في باب يكون الهواء بيوصل له ويكون اللي هو ليه تهويه كويسه والشمس ما بتوصلش للفرد الحرام ده. شوف ده هيخف في فتره قد ايه، وشوف ده مرحلته هتوصل لفين. لو انا بتكلم غلط خد يا عم بالاسباب، يمكن ربنا بيجيب لنا الحاجات دي او بنقع في المشاكل دي عشان خاطر اللي احنا نديها لك خالصه وخلصها. فاحنا بنسالكم الدعاء، ما بنسالكمش اكتر من كده. فالحمد لله على اللي بيجيبه ربنا، احنا ولا بنزعل ولا بنتضايق على الحمام اللي بيموت. فالحمد لله زي ما انا بقول لك البني ادمين بتموت ما بالك الحمام، فدي حاجه مفروغ منها. فانا بقول لك عشان لو الزغاليل بتاعتك عندها تنفسي، عندها دمعه عين، عندها اي حاجه، يبقى بص في المكان اللي انت مربيهم فيها، شوف المكان ده ممكن الشمس بتبقى شديده على المكان ده، شوف اللي هي مثلا التهويه ما بتوصلش الحمام ده. مش هقول لك بقى حته النظافه دي مفروغ منها، لان دي في تربيه الزغلول حاجه اساسيه وحاجه مهمه. طيب دلوقتي احنا قلنا بعمليه تطهير البيبان، هنوريك كده الدنيا شكلها ايه. اهو نزلت طبعا المساء كلها اهي، والمكالف والتناجر بتاعتهم غسلتها. طبعا معانا اخويا حموده بروده منور الدنيا معلم، حبيبي يا معلم. وادي اهو الجردل ده يا جدعان، الجردل ده بقى جايبين فيه ايه؟ عباره عن كلور من الصبانه سايل، وده ديتول. بحط شويه هنا وشويه هنا اهو في قلب الجردل ده، وابتديت بعد ما اللي هو كنست الوش بتاعي. لازم برضو اللي انت تطهر المكان اللي هو حتى لو كان فيه زغاليل وهتسيبه فاضي، لازم تطهره وتطهر الغيه بتاعتك اول بأول، لان لما فرد الحمام بيبقى عنده تنفسي، فرد الحمام عنده دمعه عين، عنده شويه اسهالات، الحاجات دي بتؤدي معاك لمشاكل. ممكن اللي هو مثلا تنزل في السلكات تحت، ممكن زغلول يخش انت فاهم، يكون في حبايه واقعه في الزراق ده يلقطها. عشان ما تديش معاك للمشاكل لازم اللي انت تطهر بالكلور والديتول. ريحتهم بتبقى كويسه، يعني هي مش ريحه مثلا نفاذه اللي هي هتضايق الطير او اللي هو مثلا فرد الحمام هيموت او هيتعب منها، لا. انا كنست وطهرت المكان ونظفت الدنيا، فابتدي اللي انا اغسل البيبان بتاعتي بكلور وديتول. ودي جايب بخاخه كده، دي حاطط فيها ميه بفنيك في الاخر خالص، ببتدي اللي انا ارشها بعد ما البيبان بتاعتي بتنشف، ببتدي اللي انا ارشها في قلب العيون بتاعتي كده. ده كان الموضوع النهارده يا جدعان، عشان خاطر برضه الناس، والله احنا ما بنقولكش مثلا عشان خاطر ايه قصه اللي هو مثلا فيديو اتشاف ولا اي حاجه، لا. لو مثلا 100 استفادوا من اللي هو الحاجه دي، لان هي في تربيه الزغاليل، تربيه الزغاليل بتبقى صعبه، والحاجه دي عن تجربه. لان انا لما شلت كام فرده حمام حطيتهم في المصطبه دي، الشمس ما بتوصلش الناحيه دي جامد، فهي المصاطب دي اصلا كانت محطوطه هنا، بعد كده رحت فككها ورحت ناقلها هنا اهو، بقت الزغاليل بتصح معايا هنا اهو، واول ما بتشد حيلها كده وبتطلع وبتنزل بقيت اسكنهم في قلب البيبان دي. طيب ابتديت الاحظ، طب الزغاليل الاول كانت بتموت عندي في المصاطب، لما انا جبتها هنا بقت كويسه. نرجع لكم يا جدعان بعد برده الاذان، نحترم الاذان بس. رجعنا تاني يا رجاله. فبقول لك انا لما كنت حاطط اللي هي الزغاليل هنا اهو ما بقتش فيها اي مشكله، بس لما كانت الناحيه دي اللي هي برده الشمس كانت متسلطه عليهم كانوا بيموتوا معايا، فهي دي خلاصه اللي هو الموضوع او مجمل الموضوع كله. فانت تشوف مثلا وانت لو مربي شويه زغاليل في مصطبه
والزغاليل دي بيجي لها تنفسي، يبقى المكان بتاعك ده ممكن الشمس بتوصل له. الحاجات دي يا جدعان والله العظيم بتحصل في قلب الغيه، فانا ما بتكلمش حاجه من دماغ ولا بخترع ولا بالف اي حاجه، لا الحاجه دي هو سبحان الله احنا ربنا جعلنا سبب، فاحنا بنبص كده بنلاحظ حاجات. الحاجه دي ساعات الناس بتجربها بتكون يقول لك اه ده عندك حق والله الحاجات دي قبلاني ومش عارف لها حل، فاحنا الحمد لله على قد ما بنقدر بنوصل للناس اللي ينفع ما يضرش، فلو مش هينفعك النهارده هينفعك في يوم من الايام. وده كان موضوعنا بتاع النهارده ان شاء الله بخصوص دمعه العين، برضه عامل كذا فيديو انا لدمعه العين، الناس تخش تتابع تشوف دمعه العين. وفي تركيبه كده استاذ احمد برضه شغال عليها بيقول لي دمعه العين شغاله كويسه، فاحنا نشوف التركيبه دي ونجمعها ان شاء الله برضه بحيث اللي هي تبقى اقل التكلفه عشان خاطر الناس اللي هي تبعنا. فانتظرونا ان شاء الله في جديد. كان معكم المعلم حماده ادم. حبيبه معلم، حبيبه معلم، وكنت ادم، والسلام عليكم ورحمه الله.